بكره ان شاء الله عيد الاثريين الخامس، العيد بقاله حوالي 4 سنين يعني متوقف الاحتفال بيه بسبب طبعا الظرف السياسي اللي مرينا بيه كلنا وعدم الاستقرار اللي كان موجود في البلد. والحقيقه فرصه دكتور ممدوح الضماطي وزير الاثار اعاد الاحتفال بهذا اليوم في لفته طبعا كريمه منه علشان تقديرا لدور الاثريين. الاحتفال يعني كده يمكن مش كلنا عارفين ايه عيد الاثريين ده، لانه في نفس اليوم ده من سنه 53 مش كده يا دكتور كان تعيين اول مصري مدير لمصلحه الاثار وقتها، فبالتالي تم اختيار اليوم ده انه يكون احتفال لايه؟ لعيد الاثريين. لكن الحقيقه ده هيكون مدخلنا في الحوار، لانه عندنا مشاكل كثيره ليها علاقه بالسياحه طبعا، المواقع طبعا الدنيا متوقفه، فبالتالي بقى شغل المتاحف ما فيش طبعا حركه، الفلوس الميزانيه بتاعه الوزاره، كمان موضوع الاثار المهربه والاثار اللي بيتم سرقتها، ملف الاثار وازاي بيتم استردادها، المتاحف واللي تعرض كتير منها طبعا زي متحف مطاي وغيره للتدمير وللسرقه، نعرف برضو حال المتاحف عندنا وشكل التامين، ايه المشاكل اللي موجوده وازاي الوزاره بتتعامل في هذه الامور. معايا النهارده مشرفنا دكتور ممدوح الضماطي وزير الاثار، برحب بحضرتك يا سياده الوزير، اهلا وسهلا، كل سنه وانت طيب. حضرتك طيبه، اهلا بيك يا فندم. اولا عايزين نقف مع يعني اعاده الاحتفال بعيد الاثريين، ليه حضرتك خدت القرار ده وايه دلالته او ايه اللي هيحصل في اليوم ده ان شاء الله؟ والحقيقه ليه دلاله مهمه، عيد الاثريين هو يوم الاثريين، يوم فرحتهم، يوم تجمعهم، يوم لقائهم مع بعض، للتسارح، لوضع الرؤى، في نفس الوقت لتكريمهم. اولا بيكرم في هذا العيد مجموعه من الاثريين كل عام اللي كان ليهم اسهامات، اللي كان ليهم دور، فاحنا بنحاول دايما نقول للناس شكرا من خلال هذا العيد. الفرصه بالنسبه لي انا حاسس ان هي ليها رساله اخرى، عاوزين نقول للاثريين احنا ضد اللي بيحصل وعندنا تحدي وان شاء الله نسترجع ما كان. العيد ده كان بيجمعنا فهيجمعنا ان شاء الله ونبدا فيه مره اخرى. وهي بالنسبه لي الحقيقه فرصه للالتقاء مع الاثريين لمشاركتهم وايضاح لهم الرؤيه، احنا ماشيين ازاي؟ وضعنا ايه؟ الحال شكله ايه معانا عشان يكونوا معايا في الصوره. لان الوضع اللي احنا بنمر بيه كلنا وضع حرج جدا، وايد لوحدها ما تسقفش زي ما بنقول، فلازم كلنا مع بعض، كلنا في مركب واحد. فهي فرصه العيد بيوم للاثريين، تكريم للاثريين، لقاء للاثريين بعضهم، وضع الرؤى الى الامام. لما بصيت شويه على يعني اختيار اليوم الاحتفال بعيد الاثريين واعاده احيائه مره ثانيه، لقيت يعني في اللي مرحب طبعا ومبسوط جدا باحياء اليوم ده، وفي اللي بيقول لك يعني طب حل مشاكلنا الاول، احنا عندنا مشاكل وضعف في يعني يا اما في من الناحيه الماليه يا اما من الناحيه الفنيه، فاحنا احوالنا بقت يرثى لها، ف موضوع العيد مش فارق معانا قوي. يمكن مش فارق مع بعضهم، لكن هو الحقيقه فارق مع الغالبيه، لانه لقاء جديد مع الاثريين. حكايه المشاكل اللي عندنا بنحاول نحلها وبنحاول نحلها مع بعض، عشان كده بنلتقي برضه عشان نسمع الرؤى. المشكله الماديه الاساسيه، اولا العيد يعني الحمد لله احنا هيكون بكره شكر لمن ساهموا فيه، لانه تقريبا مجان اهداءات. فهنا دي نقطه مهمه برضه، ده بيوري ان الناس عندها رغبه لاحياء هذا العيد، حتى المساهمين من الخارج اللي بيحبوا الاثار والمهتمين بالاثار والاثريين. فهنا دي نقطه مهمه جدا. اما ارجع واحيي تقليد كان قديم، اما بنرجع كل خطوه يوم للامام بنعمل فيها حاجه جديده للاثار. احنا في وسط التحديات ديت بنعمل كل شهر شيء جديد نضيفه للاثار. من ضمن ما نضيف، من ضمن ما نريد ان نفعله، ان احنا نرجع اليوم بتاعنا اللي احنا بنحتفل بيه. اليوم ده بالنسبه لنا يوم مهم. مصر قعدت قرابه 100 عام اداره فرنسيه. اول مره يصل الى سلطه او مصلحه الاثار وقتها مدير مصلحه الاثار دكتور مصطفى عمر رحمه الله عليه، اول مصري. فبالتالي ان انا باخد اليوم اللي هو جلس فيه بالنسبه لنا عيد. احنا بدانا الاثار بقت اصبحت ملك لينا، احنا اصحاب القرار فيها، احنا اصحاب الاداره فيها. فاليوم يجب ان يعاد مره اخرى ويتم الاحتفال به. احنا مرينا بظروف صعبه،
فتحملنا إلغاء العيد لهذه الفترة. لكن آن الأوان أنه يعود مرة أخرى. طيب لو اتكلمنا عن أبرز المشاكل وزي ما قلت في البداية الوضع كان غير مستقر بقاله يعني 3-4 سنين ووضع اقتصادي برضو صعب أثر على كل مناحي الحياة، لكن تمام. في المقدمة دايما الأكتر حد بيتضرر السياحة، والسياحة بتجرنا طبعا للأثار سواء بقى أن في سيولة في تأمين الأثار وبتحصل السرقة أو المتاحف وأن ما فيش إقبال وما فيش سياح يعني يبقى في دخل. فلو أفهم بقى الصورة من وزير الأثار، شايف إزاي الوضع وأنتوا بتعملوا إيه للتعامل؟ الصورة معك. الحقيقة لو هنتكلم عنها هنلاقيها أن هي شوية فيها صعاب كتير لان في تحديات. اهم تحدي احنا ممكن اتكلم مع حضرتك على 3 تحديات رئيسيه. اتفضل. اول تحدي هو التمويل، الفلوس. ثاني تحدي هو البيروقراطيه العميقه الموجوده. ثالث تحدي الناحيه الامنيه. لو جينا على موضوع الفلوس، وعشان كده هو ببدا بيه لان هو اهم واصعب مشكله. يمكن كثير من الناس ما يعرفوش ان وزاره الاثار تمويل ذاتي. يعني ايه تمويل ذاتي؟ يعني انا ما باخدش من ميزانيه الدوله، مش محطوط على ميزانيه الدوله طول عمرها كده؟ طول عمرها منذ انشائها، وبالتالي اعتمادي اصلا على دخلي من التذاكر، المتاحف، المناطق الاثريه، مناطق البازارات، المبيعات، منافذ البيع الخاصه ليا، الحفلات اللي بتقام في بعض المناطق المتاح لها، المسموح بها بالاحتفالات في مناطق الاثار. فبالتالي هي دي المصادر بتاعتي اغلبها طبعا، والاساس اللي هو تذكرة الدخول السائح. وفي الظروف اللي فاتت الأربع سنوات اللي فاتت السياحة تقريبا كل عارف وقفت، وخاصة السياحة الثقافية. وإن عادت كانت السياحة الشاطئية عادت أو الترفيهية عادت، إلا أن السياحة الثقافية تقريبا ضعيفة جدا. يعني اللي مقبل عليهم الأجانب مش بالزبط. المصريين. ولما أقبل الإقبال بدأ يظهر دلوقتي في آخر سنة. ومش بس كده، ما ننساش أن حد قريب من قريب جدا كان هناك حظر ايضا، ممنوع ما حدش ينزل مصر. كان في حظر، فده برضه عشان كده الناس بيقول لك ايه انت عملت ايه، الناس ما جاتش للسياحه ليه؟ لا، ما هو في حظر اساسا. عندك ناحيه امنيه ما فيهاش سياحه تيجي، حتى لو انت قلت لهم تعالوا على حسابي ما هو مش هيجي لانه عنده حظر، ما يقدرش يجي. وبالتالي اما بتبدا يتلغي الحظر والحاله الامنيه تعاد مره اخرى ويبدا الحركه تظهر، مش هيبان لك في يوم وليله، لان عاده وخاصه السائح الاوروبي او الامريكي او الياباني اللي هم القايم عليهم السياحه الثقافيه مش زي سائح اوروبا الشرقيه بيجي للشاطئ. اما اوروبا الغربيه وامريكا اليابان دول سياحه ثقافيه، دول بيعدوا للرحله بتاعتهم شهور قبل. فبالتالي اما زادت شويه الحركه، يعني اخر شهر في ديسمبر 2014 أنا بالنسبة لي ده أعلى دخل 25 مليون جنيه في الشهر. بالنسبة لي لما أجي أقارنه بديسمبر 13 كان عندي 13 مليون جنيه. تقريبا زدت ضعف أكثر من 90%. يبقى هنا في تحسن، هما ملحوظ بدأ يظهر في الأفق. في حركة سياحية. ولكن منتظر بقى على الموسم السياحي القادم اللي بيبدأ عادة من أكتوبر، تبدأ السياحة تتحسن بشكل كبير. فيبقى حضرتك عندك اول تحدي ضعف التمويل نتيجه طبعا للظرف العام اللي بيمر بالبلد، ده بينعكس بقى كده على العاملين الموظفين، رواتبهم وتطوير او ترميم وما الى اخره. بالظبط. انا وصل دين الوزاره حاليا الى 3.5 مليار جنيه. كم؟ 3.5 مليار جنيه. ده دين الوزاره. دين الوزاره اغلبه طبعا للدوله، لان انا باخد المرتب شهري بالاستدانه من الدوله، من الماليه. كل شهر يعني بطلبها شهريا وبتجيلي شهر بشهر. ويمكن ده السبب اللي في بعض الاحيان بتسمعوا ان مرتب الاثار اتاخر شويه، لان طبعا مش موجود عندي. انا بطلبه من الماليه وبيجيلي، وبالتالي ده عبء في حد ذاته. ان انا دلوقتي كان همي اجيب مرتبات، لكن في نفس الوقت عندي هم اخر، صيانه وترميم الاثار وحمايتها وتنظيفها وتطويرها، ده كان هم اخر. فبنحاول بقدر الامكان بالجهود الذاتيه. دلوقتي احنا بنشتغل بمرتب، ما عنديش ان انا اجيب خامات اشتغل بيها، ما عنديش صيانات، ما عنديش. وزاره الاثار قبل الثوره طبعا كان وصل دخلها في بعض الاحيان الى 1.3 او 1.5 مليار جنيه. ده معناه كان عندي دخل كبير،
كان عندي المرتب 48 مليون جنيه تقريبا، وبالتالي عندي قرابة مليار جنيه بصرف منها، بحط منها في صندوق العاملين، بعمل رعاية صحية، بحط منها في الترميم، بحط منها في الصيانة، بفتح مشاريع جديدة، بطور متاحف. عندي دلوقتي دخلك كام؟ دلوقتي آخر سنة مالية داخل لي 125 مليون، أقل بشوية يعني 124 وكسر، يعني قرابة 125. ده معناه إيه؟ إن دخل السنة بالكامل يقضيني مرتب شهرين، لأن أنا شهرين مرتبي دلوقتي 48 بتقولي كان ده كان دلوقتي 59. مرتبات زادت 59 ليه؟ لأن إحنا عندنا 7000 موظف زيادة، وعندنا رفع في الأجور ومرتبات، حضرتك عارف الفترة اللي فاتت اللي حصل فيها، فبدأ بقى عندي عبء آخر. طب أمال يعني لما بشوف الأخبار في مناطق أثرية بنرمم بنفتتح المتحف الكبير وشغالين في متحف الفن، متحف الحضارة الإسلامية، الكلام ده اللي أنا بقوله إن إحنا بنشتغل بهذه الجهود الذاتية. يعني إيه جهود ذاتية؟ هقول لحضرتك، يعني دلوقتي أنا عندي حاجات فيها بشتغل بالمرتب، في مناطق مثلا رمم المرتب بالترميمات اللي تقدر تعملها. أما جينا نعيد افتتاح مناطق مثلا كان بعضها بمنح يونسكو، لا مش اليونسكو، اليونسكو طبعا في بمظلة لكن ما بيديش فلوس، لكن مظلة يعني مثلا دلوقتي متحف الفن الإسلامي الإمارات واخدها ترميمه بالكامل من الداخل. أيوة صح. مركز البحوث الأمريكي واخد الواجهة، الترميمات من الداخل، مساهمات أخرى، زائد المصريين نفسهم. عندي مجموعة من المرممين في متحف الفن الإسلامي بيشتغلوا بإيديهم، عملوا شغل لو جبت مرمم من بره هياخد فيه ملايين عندنا. إذن ده أدي حاجة، ده الجهود الذاتية، أنا بشتغل مع اللي أقدر عليه. في حاجات مثلا متحف الحضارة كان لسه لحد دلوقتي له ميزانيته موجودة في الصندوق، صندوق إنقاذ النوبة، بدأنا خلاص هنبدأ نتوقف، يعني كان عندي فلوس عشان كده قدرنا نتحرك فيه فترة طويلة، على الرغم أنه كان متوقف من 2010، بدأ يتحرك تاني دلوقتي لما سددنا الفلوس اللي كانت عليه، والفلوس اللي عليه كانت بقى واقفة مش لعدم وجودها، على الرغم أنها موجودة ده هنا بس المتحف الحضارة لأنه له طبيعة خاصة. كانت متوقفة أوراق، دي البيروقراطية، التحدي التاني، الورق مركون عشان ما حدش عاوز يمضي عليه من أكتوبر. وليه ما حدش عايز يمضي؟ من 2011. ليه؟ حضرتك الفترة الأخيرة كان في ناس خايفة كتير، الخوف من المسؤولية، مضيتي ما تحطش على ورق. وعلشان ويمكن عشان يمضي محتاج 3-4 يمضوا قبل منه، والورقة تروح والورقة تيجي وتقعد فترة كتيرة. أما رحت متحف ملاوي من شهرين لقيته متوقف برضو بيروقراطية، في جزء من الفلوس رصدتها محافظة المنيا لمتحف ملاوي. طيب الفلوس موجودة والمرممين من عندنا والشركة موجودة، ما اشتغلش فيه ليه؟ أصل فيه مش عارف إيه ولسه الورق راح فين. طب والإمضة دي واقفة عند مين؟ يعني في حاجة زي كده بتبقى الإمضة موظف صغير كبير بيتاخد قرار، ساعتها خدت قرار ولازم الحاجة تتشال في نفس اليوم، وبدأ العمل وبدأوا يتحركوا دلوقتي في متحف ملاوي. فهنا وده يمكن دي أهمية الزيارات الميدانية، لأن العمل في وزارة الآثار صحيح في جزء مكتبي لكن أغلبه ميداني. أنا عندي آثار من مطروح لأبو سمبل. حضرتك بتعتمد أكتر أنك تنزل تشوف بنزل. أنا حتى الآن زرت 20 محافظة غير القاهرة، يعني 21 محافظة، أكتر من 70 موقع أثري و28 متحف. الفايدة هنا من الزيارات الميدانية أكتر من حاجة، واحد أن أنا بقف على المشكلة بنفسي، يعني حتى ما بسمع على مشكلة معينة بقوم رايح على المكان على طول اللي سمعت فيه المشكلة. بتعامل مع الموظفين مباشرة، بقى هنا في لقاء مباشر بيني وبين الموظف بيحكي لي المشكلة إيه هي ونشوف مع بعض كمان ممكن يديني هو رؤية للحل. وبعضهم بيدي رؤية للحل وكويسة جدا. وبالتالي طيب بنشتغل مع بعض. لما حضرتك نرجع للتحديات قلت لي أول نقطة التمويل، أيوة. تاني نقطة البيروقراطية، التالتة أو تحدي التالتة الناحية الأمنية. الناحية الأمنية في شقين طبعا، شق الفترة الضعف الأمني في الفترة اللي فاتت اللي أثرت على التعديات اللي حصلت على المناطق الأثرية، اللي أثرت إلى أن الناس يعملوا حفر خلسة في المناطق، تعدي على المخازن، تعدي على بعض المتاحف زي ما حصل في متحف الملاوي والانفجار اللي حصل أمام متحف الفن الإسلامي، تعدي على متحف المصري في التحرير يوم 28 يناير سنة 11. هنا خسائرك فيهم قد إيه يا فندم؟ الخسائر كتيرة طبعا، غير الحاجات فيه لا تقدر بتمن، لكن لما نتكلم على خسائر مالية ما هنا دلوقتي لما شوف متحف الفن الإسلامي هيعود هيتكلف أكتر من 50 مليون جنيه، هذه 50 مليون جنيه خسائر في متحف. ده غير أن أنا برمم أثار اتكسرت، الترميم ده خسارة. طب لكن الحمد لله ما فيش
أثر فقد في متحف الفن الإسلامي لكن عندي أثر فقدت في متحف ملاوي، عندي أثر فقدت في المتحف المصري، سرقت ولم تعود. وليه بقى اللي لغاية ما رجعتش؟ يعني المشكلة فين في استعادة أثارنا؟ إذا كانت هي يعني لأن في السرقة ما أنت مش عارف الحرامي راح فين ومين الحرامي اللي قدرنا نوصل له، يعني متحف لا بس دي أثار مسجلة. أيوة فيبقى الوصول ليها المفروض إن هو ما قدرش إن هو يتداولها هو ولا يقدرش يتداولها. ما هو دلوقتي هي فين؟ ما ظهرتش. اللي ظهر جبناه، يعني متحف الفن المتحف المصري اتسرق منه 55 قطعة رجع 39 معناها إن بمجرد ما بتظهر بنقدر نوصل لها. متحف ملاوي اتسرق منه حوالي 1040 رجع منه 950، يعني اللي بيظهر بنجيبه. فهنا إذن لأنه مسجل زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي وبالتالي بنقدر نوصل له. كم القطع اللي فقدت من مصر في الكام سنة اللي فاتت؟ أنا قدرت أقول لك المسجل، اللي غير مسجل ما أقدرش أقوله لأن عندنا للأسف في الشديد مناطق مفتوحة، مناطق أثرية مفتوحة. وبعدين زي ما قلت لحضرتك حفر خلصة يعني أنا ما أعرفوش، في ناس بتحفر جوه بيتها. كان في خبر كده وقع والبيت بيقع على أصحابه. فهنا ديت حاجات ما تعرفهاش، بس اللي بنلاحظه إن في كم كتير في مناطق كتير حصل فيها خلسة، حفر خلسة، لأن شرطة السياحة والآثار قدرت تتوصل لمجموعة كبيرة وبالتالي قدرنا نرجع أيضا بعض من هذه المناطق من هذه الآثار. طيب أنا عايزة بس أناقش حضرتك في كم نقطة متعلقة بالتحديات اللي حضرتك أثرتها في البداية. لما كلمتني عن التمويل وقلت لي في متاحف وإحنا بنشتغل فيها أو بنرمم والكلام ده، كان في نقد. حضرتك وضحت لي الصورة، قلت لي إن في حاجات تمويلها في منح وحاجات جاهزة في فلوس، لكن في برضو تمويل الوزارة بتتحمله وفي ظل الأعباء اللي عليها دلوقتي. فالنقد بيقول إيه يا دكتور ممدوح؟ إنه أولى بينا بدل ما نشتغل في ترميم أو نشتغل في متاحف جديدة نشتغل على مناطق زي الهرم، مناطق الأثرية اللي تبقى سهل إن السائح يجي لها ويبقى فيه عائد، ويبقى بدل ما أكلف نفسي في حاجات ممكن دلوقتي ما يكونش ليها الأولوية. ترد على ده بإيه؟ أرد على ده بالآتي، إحنا ما بنفتحش مشاريع جديدة غير يمكن مشروعين اللي نقدر نقول إحنا فتحناهم جداد وبالجهود الذاتية برضه، يعني بنشتغل فيهم بالمرتب. منها مشروع شرق وغرب قناة السويس، دي منطقة أثرية مصرية فيها مفتشين آثار قادرين على العمل في الحفر الأثري وعندنا مرممين. فهنا بقدر بشتغل بعمل، لأن هنا عندي فرصة، عندي مشروع قائم لقناة السويس وفرصة ان انا اعمل تنمية في المكان عشان استغل، لان هيتعمل فيها ايضا، بنحاول بنسعى دلوقتي لشراكة مع القوات المسلحة لعمل مركز ثقافي متميز يكون بيحكي تاريخ العسكرية المصرية، بانوراما العسكرية المصرية، فده هيجيب دخل، فهنا بنقدر نتحرك فيها. دلوقتي الهرم موجود وفي مشروع قائم فيه شغالين فيه ما بنسيبوش. سقارة فيها مشروع قائم، الأقصر اللي هي المناطق اللي بيجيها الزائر، المتحف المصري. لكن في نفس الوقت أنا محتاج مع الوقت أكسب مناطق سياحية أخرى، مناطق أحطها على الخريطة السياحية، زي برضه المنطقة اللي احنا بنشتغل فيها دلوقتي المشروع التاني اللي بقول لحضرتك عليه وبالجهود الذاتية، منطقة مارينا العالمين. مارينا العالمين منطقة متميزة جدا فيها مدينة رومانية تقريبا متكاملة بشوارعها بالتبليط بتاعها بالأرضيات بتاعتها القديمة. عندنا سوق، عندنا فيلل، بيوت صغيرة، مقابر، معبد. فأنا عندي مدينة رومانية متكاملة وموجودة في منطقة متميزة بيروحها سائح وبيروحها سياحة داخلية كمان، فديت منطقة محتاج أن أنا أكسبها. فهنا منطقة قناة السويس ومنطقة مارينا دول منطقتين بنعملهم بتمويل ذاتي بالمرتب، تمويل ذاتي يعني بالمرتب، أنا بقبض مرتبي بشتغل بيه. فاحنا بنحاول بهذا القدر ان احنا، عشان كده الحاجات اللي استعدناها في الفتره اللي فاتت، قلنا شارع المعز كان فيه الفلوس، متحف المجوهرات ده بالمرتب اشتغلنا فيه وقعدناه، الكنيسه المعلقه خلصت ولسه مديونين بالاسترجاع، يعني لسه علينا فلوس للمقاولين، لان دول برضو من الحاجات دي برضو مهمه، بعض المقاولين واصحاب المشاريع معانا تفهموا الموقف، وده كان بيجي برضو الحمد لله من خلال الزيارات، ان انا بلتقي كمان باصحاب المشاريع وبالمقاول وبيتفهم معايا الموقف، بيقول لي انا عندي استعداد اشتغل واساعد لان انا عارف الظروف اللي عندك، بس اديني على اقساط وانا مديون لي. فطبعا بنتفق على هذا، ومن خلال ان انا كل شهر لو قدرت اوفر لي جزئيه من المستحقات الماليه بديها له. تمام. طيب اسمح لي يا دكتور ممدوح نكمل حوارنا بعد الفاصل، استاذن حضرتك، لكن قبل ما نطلع لفاصل
هنتابع مع حضراتكم الصور هي لسه وصلنا حالا الحقيقه يعني لتشيع جثمان ضابط الشرطه الشهيد النقيب ايمن السيد ابراهيم، تشيع الجنازه من مسقط راسه في قريه دقدوس مركز ميت غمر محافظه الدقهليه، جنازه عسكريه، جنازه شعبيه مهيبه زي ما احنا بنتابع دلوقتي على الشاشه، يعني الالاف الحقيقه يعني تقريبا القريه كلها والناس واصدقاء طبعا الشهيد وكل الناس اللي كانوا حريصين ان هم يحضروا علشان يوصلوا شهاده للضابط الشهيد وللوطن كله ان الشعب المصري رافض طبعا اللي بيتعرض ليه من ارهاب وعدوان عليه على امنه وامانه، فبالتالي يعني كل العزاء لاسره الشهيد وهو في الجنه ان شاء الله نحسبه كذلك باذن الله. نروح لفاصل، بعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم وحوارنا مع دكتور ممدوح الضماطي وزير الآثار ضيفنا النهارده في الحياة اليوم. مرحبا بحضراتكم معنا مرة تانية، بجد تحياتي للدكتور ممدوح الضماطي وزير الآثار اللي مشرفنا النهارده في الحياة اليوم، أهلا وسهلا بيك مرة تانية يا سيادة الوزير. سيادة الوزير، واحنا كنا بنتكلم على أهم التحديات اللي بتواجه وزارة الآثار، عايزين نرجع للشق المتعلق بالناحية التأمينية. مناطق أثرية مفتوحة وكان في طبعا نهب وتهريب للآثار الخاصة بينا، وعارفين ظرف أمني برضو صعب دلوقتي، ف بتعملوا ايه؟ يعني هل الداخليه مساعده في القصه دي تقدر انها تدي في ظل طبعا محاربتها للارهاب، ولا كان دايما في اقتراح ان اهل المنطقه هم او مش اولى بيها بس يعرفوا دهاليزها، يقدروا هم اللي يامنوا المنطقه نفسها ويكونوا حاضرين. شكل التامين ازاي دلوقتي عند حضرتك؟ دلوقتي بالنسبه للتامين في شقين اللي هو كجانب بشري. عندنا شرطة السياحة والآثار بتلعب دور مهم جدا، وهنلاقي ان دورها في الفترة الأخيرة الحمد لله بدأت تستعيد مكانتها مرة أخرى، وعشان كده تم القضايا اللي مسكتها في الفترة الأخيرة، حفر الخلسة اللي مسكته، التهريب اللي مسكته، ففي شغل واضح بيبين بالفعل فرق السنة دي من السنة اللي فاتت من اللي قبلها. طبعا أنا بقى كده متفائلة قوي وبكلم رفاهية لو قلت حضرتك كاميرات المراقبة، لانه كده ما فيش فلوس في الوزاره، فبقى سؤالي ملوش محل بالاعراب. هكمل حاجه لحضرتك فيها دي ان شاء الله. اتنين، الامن، ما كانش كده بتكلم على الامن البشري اولا، الامن المدني اللي هو موظف في وزاره الاثار، وده انا عندي عجز فيه، على الرغم ان انا في الفتره اللي هي بعد الثوره تم تعيينات كتيره جدا، لكن للاسف مش في الاحتياج بتاعي، يعني انا عندي زيادة على الاحتياج في تخصصات أخرى، أما تخصص الأمن فأنا عندي فيه ضعف. ودلوقتي ما أقدرش أعين، ما فيش تعيين. ما عنديش ميزانية إن أنا أعين. وبالتالي أدي نقطة صعبة جدا، لأن أنا عارف أعين وأنا محتاج. وفي نفس الوقت أنا الاعتماد على الجانب البشري لازم في الحالة دي يقل شوية ويبقى عندي أساليب أخرى. هنا انتقل الى الكاميرات اللي حضرتك بتقولي عليها. كل المناطق اللي اتعملت قبل كده فيها في التحديث بيتعمل لها كاميرات مراقبه. دوي. المتاحف الجديده وفي التحديث بيتعمل لها كاميرات مراقبه. هنتكلم بقى على اللي ما اتعملوش تحديث، ده اللي محتاج كاميرات مراقبه. في بعضها بقى واتعمل قد ايه من اصل كام؟ برضه لا، النسبه مش كافيه زي ما احنا متوقعين، لكن بدانا دلوقتي في حاجه جديده، وهنا برضه بالتعاون مش بجهودنا خاصه، احنا عندنا قرض ميسر من الجانب الاسباني وبيساعدنا في تامين منطقه، عده مناطق، منطقه هضبه الاهرام، منطقه اهرامات الجيزه بالكامل، معبد الاقصر، وده ان شاء الله يفتتح في نهايه فبراير او ان شاء الله في خلال شهر فبراير هيتحدد الموعد قريب، ومنطقه وادي الملوك، الدير البحري، العساسيف، الرامسيوم، مدينه هابو، المنطقه ديت هيبقى برضو داخله في التامين. التامين بها كاميرات شغال 24 ساعة في هذه المناطق اللي ذكرتها، وأيضا نمط جديد من التأمين هيتطبق لأول مرة، وإن شاء الله نقدر بعد كده نعممه عند إتاحة الجانب المادي أو بالتعاون أيضا. هو بيبقى فيه زي كابل بيحيط المنطقة، أو بيكون له زي ستارة إلكترونية. قوي ده شيء مختلف تماما.
فطول ما المنطقة مفتوحة للزيارة الكاميرات شغالة، الكاميرات طبعا 24 ساعة. طيب. والفرد الموظفين نفسهم حماية موجودين، العين موجودة عليها. يضاف إلى ذلك بقى بمجرد ما المنطقة تقفل الستارة دي شغالة، دخول أو خروج بيرصد بصوت وإضاءة وتصوير، يعني الكاميرا بتقوم رايحة على المكان الحاجات بقى زي أشعة أو حاجات بالزبط. أنا مش شايف زي في الأفلام اللي يدخل الدنيا بالظبط. فدي طبعا شيء جديد جدا وإن شاء الله هنشوفه لأول مرة في خلال شهر فبراير معبد الأقصر بإذن الله. معبد الأقصر. طيب في بعض النقاط كده عايزة برضو أصوضحها من حضرتك عشان الوقت، حاجات جدلية الحقيقة، يعني مثلا في موضوع الهرم وتقال في مشكلة في الترميم في موضوع هرم زوسر وطلع من قائمة الأثار والكلام ده، وحضرتك نفيت، كنت معايا في التليفون ونفيت، وبرغم من كده طلعت قال برضو لا الكلام ده غير حقيقي وفعلا كان في مشاكل في الهرم ويعني المنطقة نفسها. حتى بعد ما اليونسكو جات وقالت ما فيش حاجة، فيعني ايه حتى بعد اليونسكو ما جات وقالت ما فيش حاجة، اليونسكو خلاص حسمت الموضوع انه ما فيش شيء الشهر اللي فات. مطلوب ايه تاني؟ يعني هو اللي بيتكلم للأسف غير متخصص بس. بس هم الحقيقة بس مش اتكلموا على الهرم سوسر، ورغم شهادة اليونسكو يا سيادة الوزير قالوا ان احنا عندنا اشكالية نفسها في ترميم اثارنا، ان اللي بيرمموا عفوا يعني مش معظمهم بيكونوا مختصين، وحتى اللي بنجيبهم من بره ساعات بيبقى يعني لا، دي هتبقى وجهات نظر بقى. لان الترميم عموما حتى ديت خبيره اليونسكو لما جت تتكلم وتتكلم على هرم زوسر قالت يعني انا فوجئت بان هناك دراسات متميزه اتعملت لهرم زوسر بتوري ان الاعمال اللي بتتمت والتي تتم قايمه على اسس علميه مظبوطه. واشادت الموضوع وجت في التلفزيون في القناه الاولى. تمام. واتسالت برضه فقالت ولكن هي الاشكاليه في الترميم وجهات النظر، زي المعماريين، واحد بتعجبه عمارة المعماري اللي ما عملهاش يقول مش عجبان العمارة، لا التصميم بتاعها مختلف. في الترميم برضه وجهات نظر، وجهات نظر بس أساليب كلها صح. ما هنا طالما أنا ماشي في الإطار السليم أنا أسلوبي كذا وأنت أسلوبك بس كذا، بس ما تطلعنيش من قائمة التراث العالمي، ما تطلعش أصلا. ده حكاية، لا دي بقى دي اللي كانت طبعا حاجة يعني كانت تبقى نكتة لو حصلت. لا يعني دي نكتة أصلا، لأن أولا هرم زوسر جزء من الجبانه المنفيه ككل اللي بدأ من الهرم من اهرامات الجيزه لحد دهشور، دي جزء بالكامل اسمها الجبانه المنفيه، ودي اللي على قائمه التراث، وعشان يترفع من قائمه التراث تزال من الوجود، ده ترفع كده بقى من القائمه. فمين اللي هيزيد ده كله من الوجود علشان ترفع من قائمه التراث؟ اما لما بيحصل مشاكل قويه فيها مشكله رهيبه تعدي ان الهرم فعلا وقع زي ما بيقولوا لو كده لا قدر الله، تتحط على قائمة اسمها المهددة بالخطر، مش تتزال كمان يعني برضو ما تتشالش. طب أعمال تطوير منطقة الهرم بشكل عام، أي هرم زوسر ولا لا منطقة الأهرامات عندنا الأهرمات. كان رئيس الوزراء راح برضو لا في زوسر اللي... يبقى هي زوسر. لكن أنا أتكلم بقى لا الهرم، منطقة الهرم الأهرامات الثلاثة بزوسر بكل دجيزة. المنطقة دي سقارة دول منطقتين مختلفتين هم بقى طبعا بينتموا لبعض كجبانة منفية. هرم زوسر الاول بس انا اشاره ان اتفضل. كان هو اساسا الاصابات اللي حصلت له بسبب زلزال 92 فبدات الدراسات تتعمل له من 2001 ل 2005 وبدا العمل فيه. من 2006 ل 2010 ما حدش اعترض ليه على الاعمال اللي كانت بتتم لانها كانت مظبوطه. اول اعتراض بعد ما اصبح اللي عاوز يعترض يعترض بعد الثوره، فبدات تظهر الاعتراضات دي حلوه اللي عشان اللي عايز يعترض يعترض بعد الثوره دي، ما كانت كده فعلا، ما كان كده. ولما يعني حضرتك قلت لي اي حد بيفتي في موضوع الاثار والترميم دلوقتي، لان حضرتك بص للاسامي اللي كانت بتتكلم وكانت تاخد لقب خبير ولقب دكتور، ولا هي خبير ولا دكتور، وناس منهم ما نزلتش الهرم، لان الناس اول ما قالت الهرم منهار من الداخل قمت رحت فتحت الهرم ونزلت الناس كلها تحت وانا نزلت معاهم، يعني حتى لو بالعقل كده هخاف انزل لو بينهار. فتحت وقلت لهم تعالوا اتفضلوا، وبعديها اما لقوا ما انهارش من جوه قالوا اصلا ما انهارش من جوه، الترميم من بره بايظ واترفع من قائمه التراث. اليونسكو نفسه استاء، يعني انتوا بتدخلونا معاكم في جمله مفيده ليه يعني؟ مش كده؟ على الاحوال ده جزء، الجزء الثاني اللي هو هضبه الاهرامات. زي ما قلت لحضرتك دلوقتي بيتعمل للمنطقه كلها برنامج تطويري هيتحط فيها الاحاطه بالكاميرات المراقبه وبالاسلوب التامين اللي انا قلت لحضرتك عليه. اللي هيتطبق في منطقه زي منطقه وادي الملوك واللي هيتطبق ان شاء الله في الاقصر هيفتتح، ده هيكون هناك. هيتغير مسار الزياره وهيتفتح بوابه جديده للزياره من طريق الفيوم وبوابه مينا هاوس
هتغلق. اتفتحت دلوقتي مجموعه جديده، فتحنا حديثا لسه مفتوحه الشهر اللي فات ساحه ابو الهول، وفتحت لاول مره للزياره. ده هنا هنا دي برضو نقطه مهمه عشان الناس اللي كانوا بيتكلموا احنا بتعمل ده ليه، ما انا بفتحه دلوقتي ساحه ابو الهول اتفتحت للزياره وليها تذكره دخول، والمنطقه مهمه، الناس هتروح الهرم وناس تبقى نفسها تنزل عند ابو الهول، كل الناس كانت بتعدي على ابو الهول من بره، فدلوقتي تقدر تنزل لساحه ابو الهول وليها تذكره، واذا هنا ادي مكسب. متحف المجوهرات بقى له تذكره ومكسب. الجبانه الفاطميه اللي فتحت في اسوان تذكره ومكسب. التمثالين الضخمين فبنحطه بالثالث بقوا ايضا للزياره مكسب. فهنا انت بتحاول تضيفي كل شهر شيء جديد، انا بنضيف حاجه او اثنين اما بجهودنا الذاتيه او من خلال منح او من خلال البعثات زي التمثالين بتوع عم نحطه بالثالث البعث اللي يعني اللي كان بينتقد الوزاره ان انتم شغالين في اعاده فتح افتتاح متاحف وتطوير متاحف ثانيه ومتاحف جديده، ده ان حضرتك بتتكلم على انه كان في مشاريع شغالين بيها فيها بالفعل فكان لازم استكمالها، في حاجات في منح وحاجات تمويل ذاتي بالظبط وتدخل لك دخل كمان بتعمل دخل. هل ده اوقفه ولا طالما انا قادر اكسب حاجه اكسبها ما نوقفش، لان احنا عاوزين كده كل يوم نكسب حاجه جديده. البحث عن الاثار او استرداد اثار يعني ممكن ده يكون برضو لازم على قائمه الاولويات، غير بس متاحف او تجميع حاجات الأولويات. يعني انا عايزه بقى يعني اكتشافات جديده او ارجع اللي كان موجود عندي واتسرق. عندنا الاثنين، يمكن حضراتكم سمعتوا في الفتره الاخيره كم الاثار اللي رجعت في الفتره الاخيره من الخارج، اللي رجع من فرنسا ولا رجع من المانيا ولا رجع من الدنمارك وعلى صفحات النت كده. هنا نقطة مهمة ناخد بالنا منها عشان برضو حكاية المزادات ديت لأنها بقت يعني تقال في بعض الأحيان ومش مفهوم رأي. المزادات ما هيش مزادات للآثار المصرية، لا مزاد لكل قاعة صالة مزادات بتبيع تحف من ضمنها الآثار المصرية. أنا كان عندي في مصر صالة للمزادات وكنت ببيع فيها آثار مصرية لحد سنة 83 وبالتالي كانت موجودة بره قبل ما يتقن. عندهم هناك في بلادهم قانونهم بيسمح بهذا تمام، واللي بيتباع هناك بيتباع اما من مجموعات شخصيه او مسروق مش كده، او من الناس كان عندها مؤسسات كان عندها. فهنا عندك قائمتين مجموعتين من الاثار بيتباع، اثار خدت شكل شرعي بوجودها في الخارج من زمان قبل ظهور قوانين حمايه الاثار، او خرجت لما من اثار تم الاتجار فيها في مصر لما كان مسموح بالاتجار في الاثار، او اهديت لان كان بيتم اهداء من راس الدوله لحد سنه 83 ايضا من ايام محمد علي كان في اهداءات للاثار. طب ما تدينا اخبار حلوه كده يا دكتور نقفل بيها الحلقه، يعني اثار بتشتغلوا عليها انك ترجعوها دلوقتي في دول متعاونه معانا. في اثار 10 قطع جايه من مزاد زي ما حضرتك بتقولي اهو من استراليا، تم ايقاف المزاد واثبات ان القطع دي خرجت بشكل بشري، جايه في السكه ان شاء الله. قدامها قد ايه يعني؟ بتتسلم للسفاره وبترجع بتاخد وقتها. وفي مجموعه من الاثار ايضا 200 حوالي 239 اثر تم تسليمهم للسفاره المصريه في باريس بمناسبه زياره رئيس الجمهوريه الى باريس، وكنا شغالين عليها من مده وزياره السيد رئيس اسرعت بعودتهم. 239 ان شاء الله ترجع. فهنا اذا في طب وايه اللي لسه بنتفاوض عليه؟ في مجموعه في امريكا ان شاء الله جايه اكثر من 200 اكثر من 200 ايوه. وفي في تعاون منهم هناك؟ في تعاون وايضا في قطعه موجوده اخرى في المانيا ان شاء الله. بس المانيا دايما بتبقى المانيا كل حاجاتنا جبناها الحقيقه شغاله معانا زي الفل. حتى امال ايه البلد اللي فيها مشاكل قانونها ما بيرخلهاش ترجع الاثار لينا؟ كل البلاد عندها قوانينها اللي ما بتسمحش بهذا، بتسمح طالما سمحت بالاتجار ما بتسمح. احنا بنرجع الحاجات ديت من خلال اتفاقيه اليونسكو. طيب قلت لي امريكا في 200 قطعه تقريبا بنحاول نرجعهم، وايه تاني يا فندم؟ وفي بتوع استراليا هيجوا قريب، وبتوع فرنسا اللي تسلموا جايين برضو قريب، وهيجي من المانيا ان شاء الله. فاذا هنا في حركه طيبه لاستراده الاثار. تمام. طيب انا الوقت خلص سياده الوزير، لو حضرتك ليك كلمه اخيره او حاجه عايز تشير ليها قبل ما نختم. بقول للاثاريين كل سنه وانتم طيبين بعيد اليوم وبيوم الاثاريين. وحضرتك طيب الف صحه وخير. شكرا دكتور ممدوح الضماطي وزير الاثار على وجود حضرتك معانا النهارده في الحياه اليوم. شكرا يا فندم. بس اسمحوا لي بس قبل ما نختم حلقتنا يعني نعزي، وطبعا هو شخصيه الله يرحمه ليه بصمته في عالم الفن وعالم الانتاج السينمائي بالتاكيد. توفاه الله يعني اثناء
وجوده في العاصمة البريطانية لندن. بتكلم على المنتج والموزع السينمائي أستاذ محمد حسن رمزي بعد صراع مع المرض، يعني الله يرحمه طبعا والأسرته والعزاء وللأسرة الفنية يعني يتقبلوا العزاء فيه بالتأكيد. الله يرحمه طبعا. احنا في انتظار عودته لمصر، عودة الجثمان، وهيتم تحديد ميعاد الجنازة لاحقا. الله يرحم الجميع. واحنا كده مع حضراتكم نكون وصلنا لنهاية لقائنا النهاردة. نشوف حضراتكم بكرة إن شاء الله في الحياة اليوم، ومستمرين في متابعة كل تطورات المشهد في مصر بشكل يومي. أشوف حضراتكم على كل خير.